اتلخبطت شخصيا، يعني بيجي لي ناس يقعدوا هنا اسمع 15 25 30 35 مليون، يجي لي ناس اسمع 10 15000 جنيه. مفيش وسط؟ في حاجه اسمها 10000 جنيه و15000؟ ما اعرفش، مفيش في الكوره الكلام ده دلوقتي يعني. اه دي حاجه تبين ان احنا كظروف وامكانيات اللي احنا فيه ده، يعني يمكن ليه، يمكن شفتني في اخر مباراه يعني ضغط العصبي. اللعيبه دي يا كابتن بتعالجها ازاي؟ مش مهمدنه يعني؟ مش بتحس انها تكسب ماتش مثلا قدام فرقه ب 300 400 مليون جنيه؟ احنا كنا بنلعب مباراه كابتن مع فريق، مباراه عنده ب 80000 جنيه، وانا المباراه ممكن تكون ب 5 يعني 5000 جنيه ولا ب 10000 جنيه بالكتير، 80000 جنيه. ومع ذلك احنا بنكسب. ليه؟ لان مش كل حاجه هي يعني، الحمد لله انا بشتغل على الدوافع والحاجات النفسيه اللاعب، لكن اللاعب النهارده اللي عمل لنفسه اسم وتاريخ مع نادي اسوان وقعد نادي اسوان وعمل الانجاز ده سعره عالي. انا بكلمك في لعيب ب 10000 جنيه النهارده عشان يطلع من نادي اسوان مش اقل من 3 4 مليون جنيه اهو. يعني اشتغلنا على اللعيبه دي. انا دايما يمكن كمان ليا مواقف كتيره جدا. نصر التعدين، فريق نصر التعدين برضو كان ظروفه يعني من اسوء، يعني اسوء ظروف يعني. كان انا مسكت فرقه 17 لاعب بس دور كامل، كل اللعيبه راحوا دوري ممتاز. احمد مدبولي راح نادي الزمالك، ايزي ايميكا في المصري، عبد العزيز امام راح سموحه، محمد نادي النهارده في سموحه، كل اللعيبه اسلام صيامه، كل دول ما كانش انا كنت بقعد اتفرج اضحك عليهم. انا لو منك كنت اتجننت. ما هو انت بتستغرب. لا انا وانا بلف شريطي كده وجاي منين، عملت ايه، عملت ايه، طب انا ايه فرصتي فين؟ طبعا اللعيبه اللي معايا يعني انا كنت بقعد اتفرج عليهم حقيقه. انا كنت بضحك عليهم في البدايه يعني. ايه الفرقه دي؟ ايه ده؟ ايه اللعيبه دي؟ لما اشتغلنا معاهم مصر كلها اتكلمت عليهم، النهارده بقوا في دوري ممتاز. وتعمل الـ كل الكلام ده، وممكن تبقى انت مدرب بتشتغل في درجه تانية، هو اللعيب اللي خليت اسمه كبير جدا. تنزل ماتش الاهلي والزمالك بنفس الحماس ولا الالوان تفرق معاك؟ لا طبعا، انا يمكن حضرتك كلمتني في ماتش الزمالك قلت لي هتعمل ايه في الماتش، قلت لك هلعب على المكسب، قلت لي مكسب، قلت لك هلعب على المكسب. والاهلي ونفس الحكايه. الاهلي احنا عاملين مباراه كبيره قدام النادي الاهلي، مصر كلها شافتها.